الحب جميل للي عايش فيه. يعتبر القارئ محمود خليل الحصري واحد من أهم الشيوخ اللي قرأوا القرآن في تاريخ مصر، وده بسبب صوته المميز اللي بيخلينا في حالة خشوع. ومن المواقف اللي ما بتتنسيش لما تسببت بنته أفراح في خلاف كبير بين الحصري والرئيس الراحل أنور السادات. تعالوا نعرف تفاصيل الأزمة مع بعض. من المعروف عن الشيخ محمود الحصري انه كان بيسافر مع كل الرؤساء اللي عاش معاهم في كل البلدان، زي الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات، ووصل لمنصب قارئ الاول للرئاسه، وبقى شيخ لعموم المقارئ المصريه. وفي اخر ايام حياته اتسببت بنته افراح اللي كان وقتها اسمها ياسمين الخيام بخلاف كبير مع الرئيس السادات، لانها كانت محجبه وشغاله موظفه في مجلس الشعب، بس قررت فجأة وبدون سابق انذار انها تخلع الحجاب وتقف على المسرح عشان تغني، وبموافقة جوزها وكل اصدقائها المقربين. وكان لازم انا اسم ثنائي، لان المشكلة اللي في بدء ظهوري يمكن وتخوف بعض الناس عليا من دخول المجال ده، فكان لازم ابقى غير الحصر، فقلت يبقى ياسمين الخيام، ولان الفن مين فينا ما بيسمعش غنى وما بيسمعش مزيكا. والموضوع ده قلب الدنيا حرفيا في مصر، وتسبب في هجوم كبير جدا على الشيخ الحصري من الجماهير وبعض المجلات الإسلامية. بعدها حصل خلاف كبير بين الحصري وبنته ياسمين الخيام اللي راحت للسيدة جيهان السادات وطلبت منها تتوسط لها عند أبوها الشيخ الحصري عشان تغني، لأنه طبعا ساعتها كان مقاطعها، ووعدتها السيدة جيهان بحل الأزمة ما بينهم. وفي يوم طلب الشيخ الحصري مقابلة الرئيس السادات عشان يطلب منه يصدر قرار بتخفيض الضرائب على مقرئ القرآن، بس اتفاجئ بالسيدة جيهان بتطلب منه يوافق على غنى ياسمين الخيام لأن مستقبلها كبير وهتبقى زي أم كلثوم، وقاطع كلامها الشيخ وبمنتهى العصبية، وقال لها ازاي حضرتك بتطلبي مني طلب زي ده وأنا خادم للقرآن وقارئ ليه وعارف كل أحكامه حلاله وحرامه، طلبك مرفوض وللأبد. ياسمين كملت في الغنى بعد موافقة من أخوها وجوزها، وفضل الشيخ الحصري غضبان عليها، وبعدها بفترة دخل الإنعاش لأن بنته خرجت عن طوعه، وفضل حزين عليها في آخر أيامه، وقرر إنه يتبرع بتلت ثروته للجمعيات الخيرية. وبعدها اعتزلت ياسمين الخيام الغنى وصالحت والدها في آخر أيام حياته، ورحل في عام 1980 بعد صلاة العشاء. الشيخ محمود الحصري اتولد في قرية شبرا النملة عام 1917، وبدأ رحلته من كتاب القرية، وبعدها راح المعهد الديني بطنطا ودرس لحد الثانوية العامة، واشتغل في الإذاعة المصرية، وكان أول قراءاته على الهواء مباشرة سنة 1944.